لو عندك تفاحتين وكوباية دقيقة هتعملي معايا النهاردة ألذ كيكة من غير فرن. هنعملها في الطاسة، بجد مش هتاخد مني غير 10 دقايق بس، طعمها تحفة، حلوة قوي مع كوباية شاي أو مع النسكافيه الصبح. وكمان تقدري انتي تقدميها لضيوفك، لو ما عندكيش حاجة تقدميها هتدخلي المطبخ في 10 دقايق بس هتكون جاهزة. أول حاجة أنا عندي هنا تفاحتين قطعتها من فوق ومن تحت، أنا هنا مستخدمة التفاح البلدي، تقدري طبعا تستبدليه بأي نوع تفاح تاني، بس بما إن التفاح البلدي موجود ومتوفر دلوقتي وطعمه حلو ورخيص فانا هنا مستخدماه. ولو حتى كانت طريه شويه زي اللي انا مستخدماه هنا قالها كام يوم في الثلاجه مفيش اي مشكله خالص، علشان احنا كده كده هنكرملها. بصي بقى انا هنا قشرتها كده، عايزاها كلها متقشره، وبعد كده هبتدي اللي انا اقطعها سلايز هوريكي شكلها عامل ازاي. كده خلصت تقطيع التفاح وهيكون جاهز معايا على الكرمله. جبت طاسه مقاس 26، حطيت فيها معلقتين كبار من السكر، وابتديت اللي انا اوزع قطع التفاح كده عليها بالتساوي. ومهم جدا انك توزعي السكر كويس في الطاسه علشان كلها تتكرمل، ما تبقاش في حته وحته لا. وعندي هنا النار هاديه، خلي النار هاديه او متوسطه، ما تبقاش عاليه عشان السكر ما يتحرقش بسرعه منك. وطبعا درجه الكرمله زي ما انت عايزه، يعني انا بحبها تكون بني غامق شوية، انت بقى لو بتحبيها لونها فاتح مفيش مشكلة، ده بيبقى كويس وده كويس، بس المهم طبعا ان انت ما تغمقهاش جامد، يعني خليها كده ما بين البني او الاصفر. وفي النهاية طبعا ده بيأثر على شكل الكيك، يعني انت لو عملتيها بني هتاخدي في النهاية شكل الكيك هيبقى بني. بعد كده ابتديت اجهز الكيك، عندي طبق عميق حطيت فيه بيضتين بدرجة حرارة الغرفة ومعلقتين كبار من السكر، تقدري تزودي كمان معلقتين لو حابة، بس ما تكتريش عن 4 معالق علشان احنا اصلا مكرملين التفاح فما تبقاش الكيكة مسكرة بزيادة. بعد كده هتبتدي بقى تقلبي البيض مع السكر لحد ما السكر يختفي مع البيض. انا هنا مش هحتاج لا مضرب كهربائي ولا عجان، مجرد بس المضرب اليدوي، علشان كده بقولك الكيك دي سهلة وبسيطة قوي، في 10 دقايق بس هتكون جاهزة معاكي. بعد كده حطيت ظرف من الفانيليا، تقدري تستبدليه بالفانيليا السايله، وهتقلبيهم كلهم مع بعض قبل ما نضيف المكون التاني. بعد كده ضفت ربع كوباية من الزيت، ومهم جدا في اي كيك انك تستخدمي نوع زيت كويس، بتفرق جدا في نتيجة الكيك، بتخليه هش وكمان مش بيبقى فيه طعم تقيل. بعد ما ضفت الزيت وقلبتهم كويس هضيف بقى الدقيق، انا عندي هنا كوباية من الدقيق، وهبتدي اللي انا انخلها زيها زي اي كيك احنا بنعمله، مهم جدا علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، هي يعني خطوة بسيطة بس بتفرق في نتيجة الكيك في النهاية. زي ما انت شايفة كده لو في اي تكتلات بتبقى في الاخر في المصفى، ودي النتيجة هاية للكيكة. تمام كده، انا كمان عندي كيس بيكنج باودر، انا مستخدمة هنا بيكنج باودر كيك شيف، بحبه جدا في الكيكات، بيتدي نتيجة كويسة، وممكن تستبدليه بأي بيكنج باودر تاني مفيش أي مشكلة. مستخدمة هنا معلقة كبيرة، محطتش الكيس كله بس أنا كنت فاتحة الكيس قبل كده فهو موجود فيه نصه، يعني حوالي معلقة كبيرة. مهم جدا ان احنا ما نكترش في البيكنج باودر ونفتكر ان دوت هتدينا نتيجه كويسه، لا بالعكس بتدينا نتيجه مش حلوه والكيك بيرتفع بسرعه وبعد كده بيرجع يهبط تاني، فمهم جدا ان احنا نستخدم معلقه كبيره مش اكتر. هخلط كل المكونات مع بعض قبل ما اضيف اخر حاجه وهي الحليب، انا مستخدمه هنا نص كوبايه من الحليب بدرجه حراره الغرفه، يعني طلعت العلبه بره الثلاجه قبل ما استخدمها لمده 10 دقائق. تقدري كمان تستبدليها كوبايه من الزبادي، برضو بتدي نتيجه حلوه قوي. هتخلطيهم كلهم مع بعض لحد ما تاخدي السمك ده، انا عايزاه سمك متوسط علشان لما اجي انزله على التفاح يكون سهل وسلس معايا. بصي بقى درجة كرملة التفاح عاملة ازاي، بجد حلوة قوي، مش محروقة ولا فاتحة قوي، وطبعا زي ما قلتلك تقدري تستخدم تكرمليها بالدرجة اللي انت حباها. والكيك هنا سلس وسهل جدا ينزل معايا في الطاسة زي ما انت شايفة كده. بعد كده هتبدأي اللي انت توزعي كل الكيك على الطاسة عشان ما يبقاش في حتة طالعة ونازلة معاكي لما يجي يرتفع بالشكل ده.
هتغطي بقى الطاسة معاكي وهتفضل على نار هادية لمدة 10 دقايق، وأول ما تبتدي ترتفع معاكي هنقلبها على الناحية التانية. بصي بقى، حطي هنا طبق وقلبتيها على الناحية التانية علشان من تحت تبتدي تستوي، وهتختبريها ريها بعد كده بعود سبيكس من النص، وتطلع معاكي احلى كيكة سهلة وبسيطة في 10 دقايق بس. بجد لونها جميل وطعمها حلو قوي، جربيها هتعجبك وهتنفعك جدا في وقت الزنقات، لو عندك ضيوف وما عندكيش حاجة تقدميها بجد هتدخلي المطبخ هتطلع لهم احلى كيكة. يا رب كيكة النهاردة تكون عجبتك، ولو عجبتك ما تنسينيش بقى في اللايك، واستنيني الفيديو تاني ان شاء الله.